$400,000 أي ما يقارب 650 مليون دينار عراقي عدت للتهريب من مطار بغداد الدولي، فبدهاء ومكر وحيلة قد لا تخطر على بال أحد، لا على البشر ولا على الجان، حاول مهربو هذه العملة الصعبة تهريب مئات آلاف الدولارات بأسلوب جديد مغاير مختلف عن طريق تخبئتها بمجموعة سجلات ودفاتر، ظنا منهم أنهم سيتمكنون من خداع الأجهزة الأمنية والحراس وأجهزة التفتيش والسونار والرقابة وينجو بفعلته، إلا أن ما حصل معهم أوقعهم في ورطة. بس هو انا محمد طه محمد مالي بالجرم المشهود وفي إطار ملاحقة مهربي العملة، تمكنت مفارز مديرية شرطة الجمارك في قيادة قوات الحدود من ضبط المبالغ المالية وقدرها $400,000. هناك بيان رسمي أكد أن الأجهزة الأمنية المتخصصة تواصل عملها ليل نهار لملاحقة جميع الذين يلحقون الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، كما تهيب بالمواطنين أن يتعاونوا للتبليغ عن أي حالة تخص التلاعب بسعر العملة أو تهريبها حفاظا على استقرار أسعارها ومنعا لتخريب اقتصاد البلد. واقعة مستفزة أفرزت كما من ردود الأفعال والآراء والتعليقات المكتوبة والكومنتات على منصات التواصل. هذه نماذج منها سنقرأها الآن لكم. نبدأ من محمد نزار. يقول محمد نزار في تعليق له: صدق شديد، شلون تجيهم أفكار شيطانية بشرفكم؟ منو كان يتوقع يحطونها للدولارات بدفاتر على مود يهربوها؟ زين منو هم؟ شنو المن تابعين؟ ولأي دولة راح تروح؟ تعليق من صادق السيد: شوف الغباء، أصلاً أبو الجهاز من يشوف سبرينج بالأشعة يدخل انذار ويفحص الجنطة، معقولة تفلت من يديهم؟ هناك مداخلة من عباس أبو مصطفى: أتحداكم تنشرون الأسماء إذا ما يطلع وراهم جهة حزبية. هناك أيضا مداخلة أخرى من أبو دانيال: عافية عراق، ياهو اللي يجي ينهش بيك. محمد العزاوي: الهيئة العامة للجمارك هي اللي ضبطت هاي الأموال، فعاشت إيديكم، بوركت سواعد كل من يعمل لخدمة العراق ويحافظ على اقتصاده، اللي ناويين يخربونه حالنا حال لبنان إيران والحبل على الجرار.